يتجدد الوصال معكم مشاهدينا في نشرة السادسة من قناة كاب 24 تي في بطنجة، والبداية دائما مع أبرز العناوين. المملكة المتحدة تشيد بجهود المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء. مصرع شخصين وإجلاء مئات آلاف الآخرين جراء الأمطار الغزيرة. وجالويجي بوفون يصل إلى فرنسا لتوقيع عقد الانضمام للفريق الباريسي. إلى التفاصيل، حيث أشادت المملكة المتحدة أمس الخميس بالجهود الجدية وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل لتسوية النزاع حول قضية الصحراء. وقال وزير الدولة البريطانية المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصريح للصحافة: إننا نشيد بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو تسوية لقضية الصحراء. وقدم بالمناسبة توقيع على اتفاق في شكل تبادل رسائل بخصوص إرساء هذا الحوار من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريتا ونظيره البريطاني كاتب الدولة في الشؤون الخارجية بوريس جونسون. وأكدت المملكة المتحدة في هذا الاتفاق أنها سجلت الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو الوصول إلى تسوية لقضية الصحراء. إلى خبر آخر، حيث أحبط سكان إحدى العمارات السكنية أمس الخميس بمدينة الجديدة محاولة سرقة شقة من طرف ثلاث مهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وكانت مهاجرة مغربية قد حلت بشقة تملكها بذات الإقامة من أجل قضاء العطلة، وعند عودتها إلى شقتها بعد قضاء بعض الأغراض بالمدينة فوجئت بأن الباب محكم الإغلاق من الداخل، وشرعت في طرقه بقوة قبل أن يقوم المشتبه فيهم بفتحه ودفعها بقوة قبل أن يفروا إلى وجهة مشهولة ليتشعب في صراخ طلبا للنجدة، فتعقبهم حارس العمارة وبعض المارة، وأسفرت عملية المطاردة عن إيقاف أحدهم. وبعد ذلك حضر مواطن إفريقي آخر إلى مكان الحادث من أجل الاستفسار عن الواقعة ليتم اعتقاله هو الآخر. وبعد مرور حوالي ساعة نزل المشبه فيه الثالث من سطح العمارة الذي اتخذه ملجأ للاختباء حتى تهدأ الأوضاع، ليجد سكان في انتظاره حيث تم توقيفه هو الآخر وسلموا جميعا إلى الشرطة. هذا وكشفت التحرية الميدانية حسب مصادر صحفية أن شقتين اثنتين بذات العمارة كانتا مفتوحتين، وهو ما يرجح أن المشتبه فيهم كانوا بصدد سرقتهما أيضا، كما تبين من خلال التحقيقات الأولية أن أحد الموقوفين الثلاث كان يقطن ذات العمارة في وقت سابق. إلى الشأن المحلي، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة مساء أمس الخميس بالسجن المؤبد 30 سنة في حق شخصين في قضية جريمة حرق حارس الليلية بمتشر العوامة بمنطقة ابن مكادة مارس الماضي. وأصدرت سنافية طنجة حكمها بعد المداولة ومنحت الكلمة للمتهمين باستثناء شريك آخر يوجد في حالة فرار، حيث اعترف المتهم الأول أمام القاضي بالمنسوب إليه مشيرا إلى أن نية حرق الضحية لم تكن لديها وأنه حرق كوخه الذي كان موضوع نزاع بينهما. وكانت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة قد تمكنت يوم الأحد 25 من مارس الماضي من توقيف أحد الأشخاص المتورطين في جريمة قتل حارس الليلي بحومة فريشة بمتشر العوامة، وذلك بعد الأبحاث الميدانية والتقنية والاستماع إلى عدد من الشهود والاستعانة بتقنية إلكترونية مكنت من تحديد ملامح أشخاص ظهروا في فيديوهات قرب مكان الحادث. إلى الأخبار الدولية الآن، حيث لقي مواطن مغربي حتفه في حريق نشب بإحدى المستودعات المهجورة بضواحي مدينة بيروجيا بإقليم أومبريا، وتوفي الضحية البالغ من العمر 55 سنة متأثرا بالحروق التي أصابته في مختلف أنحاء جسده. وقالت وسائل إعلام محلية بمنطقة أومبريا إنه من المرجح أن الحادث نتج عن فعل بشري وأن المتهم بإضرام النار مهاجر مغربي ويوجد حاليا وراء القضبان، وذلك على خلفية نفس الحادث. وأضافت هذه المصادر أن اشتباكا وقع بين الضحية والشخص المقبوض عليه في هذه الواقعة ساعات قبل وقوع الحادث وتبدل فيه الضرب، ثم قام المعتدي بإضرام النار في المكان الذي كان ينام فيه الضحية لتصفيته. وستخضع شرطة الضحية لتشريح اليوم الجمعة لتحديد أسباب الوفاة، فيما شرعت المحكمة محكمة المدينة بيروجا في التحقيق في هذه الحادثة المؤلمة.
دوليا دائما، حيث ذكرت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث باليابان أنه حتى صباح اليوم الجمعة 6 يوليوز تم إصدار أوامر لحوالي 168 ألف شخص بمغادرة منازلهم تحسبا للمزيد من الانهيارات الأرضية، كما نصحت السلطات 1.2 مليون آخرين بالمغادرة. وشمل تحذير أجزاء من المدينة السياحية وعاصمة البلاد القديمة كيوتو، حيث أغلقت السلطات بعض الجسور والمنتزهات القريبة من المياه مع ارتفاع منسوب الأنهار جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي أسفرت عن مصرعي شخصين. وقالت الوكالة إن عشرات الأشخاص أصيبوا، بينهم 4 في حالة خطيرة. أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن سقوط الأمطار قياسي، وحذرت من هطول المزيد من الأمطار حتى يوم الأحد المقبل على أجزاء من البلاد تغمرها المياه بالفعل. إلى شأن الرياضي الآن، حيث أفادت تقارير إعلامية أن بدر بلهرود لاعب الفتح الرباطي لكرة القدم اجتاز صباح يومه الجمعة الفحص الطبي بنجاح، تمهيدا لانتقاله لفريق مالاغا الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ومن المنتظر أن يتم توقيع العقد والإعلان الرسمي عن الصفقة بعد ساعات بعد أن تم الاتفاق على جميع الجزئيات، إذ سيحمل اللاعب قميص مالاغا إلى غاية 2021 بقيمة 600 ألف يورو. وكان نبيل باها لاعب مالاغا سابق ومساعد وليد الركراكي الحالي وراء اهتمام مسؤولي الفريق الإسباني بخدمات اللاعب بلهرود بعد أن نصحهم بالظفر بخدماته. ونبقى دائما مع أخبار الانتقالات، حيث وصل جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي السابق إلى المركز الرياضي لنادي باريس سان جيرمان من أجل التوقيع مع بطل الدوري الفرنسي. ونشرت صحيفة ليكيب مجموعة صور لبوفون عند وصوله لمقر نادي باريس سان جيرمان من أجل بداية مغامرة جديدة في مسيرته الكروية. ومن المتوقع أن يوقع بوفون على عقد لمدة عام مع خيار التمديد لعام إضافي مع باريس سان جيرمان، وقد يكون التقديم الرسمي للصفقة الاثنين المقبل. بالخبر الرياضي نأتي لنهاية النشرة، ودائما للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني cap24.tv. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.